لرئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال ويساكو بعد صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية بعزله من منصبه، زار وفد من الميثاق الوطني العراقي الكاردينال ساكو في مقر إقامته في أربيل حاملين رسالة من اللجنة العليا للميثاق تستنكر ممارسات رئاسة الجمهورية ضد الكاردينال ساكو والمكون المسيحي معربين عن التضامن الكامل معه. الميثاق الوطني بكل تجمعاته والحركات المنضوية معه تقف إلى جانبكم بنفس وطني وبثبات من أجل إعادة سواء المرسوم ومن أجل الحفاظ على حقوق المكون المسيحي مثلما تحفظ حقوق البقية، ولا نقبل أن تمس هذه الحقوق. وأنا أرى بأن في قادم الأيام إن شاء الله تعود كل ما سرق من هذه الأوقاف ومن هذه الممتلكات للعراقيين سواء من المسيحيين أو غيرهم. وفد الميثاق الوطني العراقي أكد خلال الزيارة على وقوف الميثاق مع الشخصيات والقيادات الوطنية للمكونات العراقية، وعلى رفضه لتجاوزات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة ومنها ممتلكات المكون المسيحي من منازل وعقارات لا سيما في بغداد والموصل. من هذا المكان نحن نتضامن معكم ومع سعادتك ومع أي مكون تقبل حقوقه ومع أي مجتمع أو مكون يسعى إلى التغيير، نحن نتضامن معهم. الكاردينال ساكو رحب بدوره بوفد الميثاق الوطني العراقي وثمن زيارته وأكد على الأبعاد الوطنية القيمة للزيارة. الدرع الحقيقي هو أنتم، هو زيارتكم اليوم وكلامكم إبداع متضامني ووطني والإنساني وأيضا الديني الأخلاقي يعني، فأنا كثير ممتن. وأكيد هي مثل ما تفضلتم حاولوا أنه يخنقون هذا الصوت الوطني. وختم وفد الميثاق الوطني العراقي الزيارة بالتأكيد على أن طريق الظلم طريق قصير، وأن العراق المنشود هو عراق يخلو من الانقسام والطائفية ويوحد جميع مكونات المجتمع في نسيج واحد.